كل الشروط على مستوى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة تم ضبطها، ولا يوجد أمامنا أي عائق يذكر لانطلاق الحملة الانتخابية. كل الأماكن جاهزة، كي نقول الأماكن كما ذكرتها سابقا بمعنى الساحات والقاعات والملاعب الجوارية والمركبات الجوارية وكل الفضاءات راهي تم ضبطها وهي مهيئة لإجراء الحملة الانتخابية في ظروف جد حسنة. الفضاءات أو الأماكن المخصصة لاحتضان الحملة الانتخابية هي 57 مكان. بالنسبة للمواقع كما ذكرت سابقا، مواقع إشهار الترشيحات وعددها 283 موقع. الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 أوت 2024 القاعة بوشمال رشيد تابعة لديوان المركب متعة الرياضات، حاضرة من أجل احتضان من جميع النواحي، من أجل احتضان التجمعات الشعبية بالتنسيق مع دائرة قالما وبلدية قالما. هناك عتاد إضافي حسب الحاجة للمترشحين.